بسم الله. وي أكمل الجمل الآتية بوضع فعل ماض مناسب في كل من الأماكن الخالية. تم من جملة جروج دي مبادرة فعل ماضي من فعل جوت دو توقد كان دود إكالا نكوجي جيو دي يا نسيت أسمعت الأذان يا محمد أذان أو تبي أذان أسمعت الأذان يا محمد نحن لعبنا كرة السلة اليوم أغسلت قمصاني ومناديلي يا أمي أغسلت قمصاني ومناديلي يا أمي ها بلا وبي جاكتا جمدي سربتا جمدي إيه ما أنين كتبت المدرس كتب كتبت يا كوبو باي كتبت كي وناهو كتبت تاكو هو تاكي كوانت كتبت مدرس مدرس يو كتبت كتب كتب المدرس الدرس على السبورة كتب كفعل ماض مبني على الفتح المدرس فاعل مرفوع وعلامة رفعه ظاهرة على آخره الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره على السبورة على جار ومجرور متعلق به بالدرس وانا مباني مباني انا فتحت باب الفصل وهامد وهشام وبلال فتحوا النوافذ فتحوا النوافذ النوافذ وانا باوي اكتبتن الدرس جيداً جيداً يا بنات أكتبتن الدرس الجديد جيداً يا بنات ملؤن بندي درس كيس أون مؤي إيهم الأب زميلاتي خرجنا من الفصل بعد الدرس بعد الدرس زميلاتي خرجنا من الفصل بعد الدرس أقرأتم القرآن بعد صلاة الفجر يا أبنائي أخي حفظ سورة سورة الرحمن أنا ميلاد ميلاد أنا بحثت عن قلمي ولكني ما وجدت من قتل هذه الحية هذه الحية منكم من سيغ الجمع نسل من قتلت هذه الحية نسل من قتل هذه الآية ستقول أبو كُتِّي دائما بيرابع ومن قتلت سقرك إنما بدون بيع من قتل وأنه يحتمل أن يكون الرجل هو الذي قتل الحيوان أوجدتي القهرة أوجدتي أوجدتي القهرة القهوة القهوة يا مريم أشربت جيبور مؤيري أشربت جيبوري سبرد سيد قهوة كافي أشربت القهوة يا مريم بلا يري كافئه ما مريم يهو زملائي زملائي شربوا شربوا
وزين جاي قول موز موز قولي بنان بنان أكلوا وات أكلوا الموز وأنا أكلت العنب أكلوا الموز وأنا أكلت العنب بنيامي بنان من يامي رزق جاونا سيد ضربت بنتها بالعصا بنتها بالعصا فادمة في بيوم سوي أويا وتعمل ما يلي وانا ذهب ذهب كفيل وانا ماضي مبني على الفتي بليس دمير مستتر سابيدين دمير تشودير وانت ركو فايل ضرب وانا كفيل فايل او كل غنو دمير مستتر يعني كو ضرب هو ضرب ضرب هو فايل هو ضرب سوالين دمير مستتر هو ضرب هو ذهبوا ذهب كانوا كفيل وانا واو او كفايل وانا واو كفايل ضربوا واو او كفايل افهمي ذهبت ذهب كفيل تاء التانيث اودو كو علامه التانيث كو ماند التانيث وانا ضمير كدي مستتر فاعل وانا كو انت ضربتي ولا ضربت هي ذهبنا ذهب كانوا كفيل سو اودي هن نون نون وانا فاعل وانا كو نون النسبه نون النسبة بيتي أفهمي ذهب تاء ذهب كده كفيل تاء أوكو كفايل ذهبتم ذهب كده كفيل تو أوكو فايل ميم أوكو علامة الجمع يعني ذهبتم كأنتم ذهبتي ذهب كفيل تي أوكو كفايل أفهمي تي أوكو كفايل ذهبتن ذهب كده كفيل تو أوكو فايل نون أوكو علامة الجمع ونون النسبة وانا ذهبت ذهب كده كفيل تو او كفايل ذهبنا ذهب كده كفيل نا او كفايل فاهم مجد من برفتا كان في سيد نعم صلى الله عليه وسلم.